مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من مدينه شبين الكوم بمحافظه المنوفيه. احنا دلوقتي موجودين عند اشهر محلات البيض في محافظه المنوفيه عند الحاج طارق الشاشي. الحاج طارق الشاشي يعني مش عايز ابالي واقول ان اسعار البيض بتطلع في محافظه المنوفيه من خلاله هو. احنا دلوقتي هندخل للحاج طارق وهنتعرف على النهارده اسعار البيض ايه والحكايه رايحه لفين. السلام عليكم، ازيك يا حاج طارق؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قول لي بقى، البيض عامل دوشه الايام دي، الاسعار رايحه بينا على فين؟ ربنا يتولانا، الوضع صعب جدا شويه اليومين دول. تمام، ارفع بس المايك عشان الناس تسمع كده. اتفضل. الناس كلها بتسال البيض زاد ليه؟ ايه الموضوع؟ طبعا احب افهم المتابعين، اصحاب المزارع ملهاش يد بالموضوع خالص في الغلاء اللي موجود حاليا. هم معذورين زيهم زي المستهلك بالظبط. تمام. الخامات الاعلاف او المدخلات على المزرعه كل يوم في زياده. تمام. طن الذره الصفراء بتاعتنا اللي بنستخدم بيها العلف دي خامه من خامات الاعلاف. طن الذره كان من كام شهر 2800 3000 اقصى حاجه، النهارده 5100 جنيه الذره. الذره بس. الصويا النهارده ده مكون برضو من مكونات الاعلاف، النهارده 9500 جنيه. وما وقفش يعني، كل يوم في زياده. ما ورا حضرتك الفرصة على النت، كل يوم 50 جنيه، كل يوم 100 جنيه زياده، لسه ما وقفش. هو النهارده سعره كام؟ النهارده الذره الصويا 9.5. الذره النهارده 5180 ارضه. لسه فيه نولونات ثانيه. خدت بال حضرتك؟ طن العلف النهارده تخطى 8000 جنيه. لما نرجع بالذاكره من كام شهر فاتوا كنا بنتكلم 3800 طن العلف كله، 3800 3700 اقصى حاجه 4000، وكنا بنبقى زعلانين. كان في الوقت ده طبق البيض بكام؟ 27 28 جنيه. لما نقول النهارده العلف زاد 100% يبقى امر طبيعي ان طبق البيض يزيد 100% نظرا لارتفاع الخامات او ارتفاع التكلفه او ارتفاع المدخلات على صاحب المزرعه. كيلو الزيت النهارده، كيلو الزيت الصويا اللي بنضيفه على الاعلاف عندنا كان 12 جنيه، النهارده 25 جنيه، وده امر طبيعي لان الصويا زادت 100%. الصويا زادت يبقى الزيت بتاعها هيزيد. الذره زادت يبقى زيت الذره يزيد. خدت بال حضرتك؟ طيب التكلفه كلها زادت على صاحب المزرعه. عايزني ادي لك ازاي البيض باسعار من 6 اشهر فاتوا؟ ازاي؟ تكلفه طبق البيض النهارده زي ما قال الاستاذ احمد نبيل عبد الله تخطت الحاجه 40 جنيه 45 46 جنيه التكلفه على بالظبط بالظبط. ده غير تكلفه تربيه الفرخه نفسها اللي زادت. الفرخه نفسها احنا بنجيبها كتكوت صغنن، كتكوت النهارده 18 جنيه على بال ما يشيل نفسه في الانتاج تخطى تكلفته ب 100 جنيه. خدت بال حضرتك؟ احنا بنجيبه كتكوت وبنربيه عندنا في المزرعه، تخطى تكلفته ب 100 جنيه. لما بنيجي نبيعه في اخر الدوره بتاعتنا لحم بنبيعه بكام؟ حسب سعر الكيلو الفرخ نفسه كله ما فيش 35 جنيه. يبقى فيه فائد معاك 65 جنيه، دول المفروض يتعوضوا طول الدوره. فين؟ احنا النهارده الزبون زعلان وعمال يسال البيض هينزل امتى؟ طب ممكن حضرتك تقول لي العلف هتنزل امتى؟ ممكن حضرتك تقول لي هينزل امتى عشان انا اقول لك البيض هينزل امتى؟ تكلفته عليا كده، ازاي هتقول لك بسعر زمان؟ لا، وبعدين بيزيد، يعني احنا برضو متوقعين ما هو اسوأ، متوقعين زياده ثانيه نظرا برضو للارتفاع. يعني هو النهارده الطبق عامل 50 جنيه؟ ده بالنسبه للمستهلك، احنا بنبيعه مستهلك الطبق الاحمر 50، الطبق الابيض 49. ده لما مش احنا اللي بنحدد الاسعار دي، اللي بيحدد بيحدد الاسعار دي كل يوم في رابطه منتجي الدواجن، طالع لنا الاسعار دي كل يوم في الحاج ابراهيم البنا، دول كبار الشغلانه بتاعتنا دي، هم بيحددوا الاسعار وكل تجار مصر بتمشي على الاسعار دي. يبقى احنا بيحدد الرابطه، رابطه الدواجن بيطلع الاسعار، الحاج ابراهيم بيطلع، الحاج رشاد حمزه بيطلع الاسعار، المنتجين الكبار بيحددوا الاسعار كل يوم. تنسيق مع بعض بالظبط كده، الرابطه وبتنسق مع بعضها وبتطلع اسعار بناء على ايه؟ عن المعروض والمطلوب. خدت بال حضرتك؟ طيب الناس زعلانه النهارده بتقول السعر غالي ليه؟ طب من يومين، مش من يومين، من كام شهر لما كان ب 22 جنيه طبق البيض، الجمهور ما كانش زعلان على صاحب المزرعه ليه؟ كان بياخد طبق البيض وفرحان وساكت ليه؟ كان تكلفته الفعليه 36 جنيه وكان بياخده ب 22 جنيه 23 جنيه. يعني كان خسران فيه بالظبط كده، كان المنتج خسران فيه، وده سبب من اسباب الفجوه اللي احنا فيها دلوقتي. خدت بال حضرتك؟ البورصه لما تيجي تحدد الاسعار بتاعه المنتج ده ما بتحددوش على تكلفته، بتحدده على المعروض والمطلوب. في الوقت ده كان معروض من البيض كميات كبيره وكان مطلوب كميات صغيره نظرا اللي كان موجود كورونا، وكانت في المصانع الحلويات واقفه، السياحه واقفه، ما
مصايف واقفه، فكان معروض كتير، فكان سعره 22 جنيه عشان ينباع. طيب النهارده الناس اللي كانت بتبيع ب 22 دي كلها خسرت، صفت، قفلت مزارعها. احنا كنا شغالين بنسبه اشغالات وليكن 100%. اذا المعروض بقى قليل. بالظبط، احنا كنا شغالين بنسبه اشغالات كام؟ 100% بس، النهارده شغالين بنسبه وليكن 40%. طب ال 60% دول؟ لا دول خسروا، صفوا مزارعهم، قفلوا. خدت بال حضرتك؟ والباقي برضه هيلعبون، ما هو التكلفه عاليه. دي مش جشع تجار، مش جشع اصحاب مزارع، لا دي غلاء في اسعار الخامات. ودي مش احنا بس اللي بنشتكي منها، ده جميع دول العالم. لان الخامات دي مين اللي بيحدد سعرها؟ دي بورصه عالميه. بورصه عالميه دي مقرها واشنطن على فكره، وهي اللي بتحدد الاسعار الخامات كل يوم، وبناء عليه المستوردين بيستوردهم وبينزلوا لنا البضائع في السوق. خدت بال حضرتك؟ يبقى البورصه العالميه دي بتحدد لكل دول العالم، يبقى كل دول العالم بتشتكي من اللي احنا بنشتكي منه ده. يعني اذا البيض سعره زاد على مش في مصر بس، بالظبط كده، على جميع دول العالم. بالظبط كده، بالظبط كده، نظرا لارتفاع اسعار الخامات. ايوه. طيب هل يعني حضرتك بتقول ان ممكن يبقى في زياده ثانيه؟ بالظبط كده. يعني طب اقصى حاجه ممكن يوصل لها السعر ده؟ ما هو احنا برضو نفس السؤال هساله لحضرتك، اقصى حاجه يوصل لها الدوره كام؟ ما هم كلهم بيزودوا موقفوش. ما هو لو قالوا ده اخره خلاص احنا هنقول اخره. خدت بال حضرتك؟ ايوه. يا جماعه اخرنا كده في سعر الدوره او سعر المدخلات، خلاص يبقى اخر البيض كده. لكن كل يوم الخامات بتزيد، يبقى بناء عليه كل يوم التكلفه طبق البيض بتزيد، يبقى لازم سعر طبق البيض يزيد. طب انا استاذنك نيجي نوري الساده المشاهدين كده اتفضل الاطباق، لان في ناس برضو بتقول ان حاجات طلعت على السوشيال ميديا ان البيض نفسه بيلعبوا في هرمونات للفرخه ويصغروا البيضه ويعملوا حاجات كده. يعني ايه صغر البيضه؟ يعني ايه صغر البيضه؟ احنا كل يعني احنا منتجين قبل ما نكون تجار، يعني ايه نصغر البيضه؟ ايوه صح. البيضه بيتحدد وزنها بناء على عمر الفرخه، خدت بال حضرتك؟ شيل يا يوسف طبق البيض اللي مقصود يعني. خدت بال حضرتك؟ الفرخه عمرها صغير، بتبشر بيبقى الميزان الطبق بتاعها صغير، كيلو 500 550 600. الفرخه كبيره في العمر، طبق البيض بيوصل 2 كيلو 2 و100. خدت بال حضرتك؟ مفيش حاجه اسمها بنصغر البيضه وبنكبر البيضه، دي مش في ال... لا ده بناء على عمر الفرخه. عمر الفرخه بالظبط. لسه الفرخه مبشره تبقى البيضه بتاعتها صغيره. الاقبال على بيع والشراء لا ما شاء الله، ما الناس مش سلعه استراتيجيه، الناس ما بتقدرش تستغنى عنها، لازم ست البيت بتستخدمها، ما كانتش طريقه مباشره بطريقه غير مباشره. خدت بال حضرتك؟ ايوه صح. طيب يعني اذا احنا مستمرين في ازمه، يعني داخلين برضو على ازمه وداخلين برضو على اسعار لسه هتزيد اكتر واكتر. بالظبط كده اللي احنا شايفينه، لان برضو دلوقتي سعر الفراخ البياضه او سعر اللحم الفراخ البياضه عالي، وصل 28 29 وصل 30 الفتره اللي فاتت دي، فسعر مرضي لصاحب المزرعه. بالنسبه للاعمار الكبيره في السن سعر مرضي له، لما يبيع الفرخه بتاعته النهارده الفرخه 2 كيلو تعملها 60 جنيه، سعر مرضي جدا بالنسبه له. فبرضه لسه انا متوقع ان في فجوه لسه جايه ومستمره معانا لسه كام شهر. طب في حلول عند حضرتك تقدمها؟ ما هو عشان نقول حلول دي صعب، يعني صعبه جدا. ايوه. ان الحل يخش يعني في يوم وليله حل المشكله، لا. مزارع كبرى عشان تدخل وتشتغل بطاقتها كتكوت مش قبل 6 اشهر 7 اشهر علشان ينتج ونشوف انتاج منه. خدت بال حضرتك؟ أيوة. يبقى لو حتى كل المزارع اللي احنا قلنا عليها من شويه ال 60% اللي قافلين حبهم يشتغلوا ودخلوا كلهم كتكوت، وده صعب جدا لان هم مرتبطين بقى بشركات الكتكوت اللي هتورد لهم. صعب ان شركات الكتكوت تورد للناس اللي قافله دي كلها في يوم واحد. صح. في بتبقى حجوزات وبالتوالي ورا بعض. لو حتى هفترض ان كل الناس دي دخلت كتكوت النهارده وحبت تشتغل مش قبل 6 اشهر 7 اشهر على بال ما تلاقي انتاج وفير يكفي ويبقى في فايت في الانتاج. اذا يعني احنا حضرتك وضحت ان من اسباب زياده البيض ان رقم واحد ان الاعلاف والمنتجات بتاعه البيض فيها زياده دايما، زياده المدخلات على المزارع، زياده كل المدخلات اعلاف كل المدخلات. دلوقتي بقى اقل من المطلوب. بالظبط عكس الاول. بالظبط، لما نرجع من كام شهر كان المعروض اكتر من المطلوب وبناء عليه كان السعر متدني، النهارده حصل العكس، المعروض قليل جدا جدا، فزائد ان التكلفه عاليه جدا، والسعر اللي انا شايفه دلوقتي سعر عادل جدا لصاحب المزرعه وعادل جدا للمستهلك. خدت بال حضرتك؟ طيب يعني
الناس بتسال دلوقتي في الكومنتات عايزين يعرفوا السعر تاني، يعني لسه ناس داخله النهارده. الاتحاد العام لمنتجي الدواجن محدد السعر النهارده، طبق بيض ابيض 47 جنيه، طبق بيض احمر 48 جنيه، ده سعره ارض المزرعه، ارض المزرعه. طيب العربيه راحت شالت، دفعت دخان، دفعت كارتات على الطريق، صرفت، جابت البيض لحدنا، فرزنا، طلعنا مؤهلك. يبقى لما نقول مستهلك 50 جنيه احنا مظلومين. خدت بال حضرتك؟ ما هو 48، 50 في 2 جنيه، طب 2 جنيه دول مقابل ده لو طبق بيض شلنا منه واحده بس مكسوره ثمنها 2 جنيه. خدت بال حضرتك؟ كارتات على الطريق صرفت، العربيه بتقف تفاول ونقدر 500 جنيه. لو بعتنا تجيب نقل البيض من على الصحراء وجايه صرفت قد ايه؟ كارتات وسواق ومصاريف. خدت بال حضرتك؟ 50 جنيه دي بالنسبه للمستهلك سعر مرضي جدا، وسعر يعني انا شايف ان هو مظلوم فيه التاجر، ولكن عشان برضو الجو هادي شويه بنقول الدنيا تمشي وناخد فلوس، لان احنا معانا التزامات مع بعض المزارع، لازم كل يوم نشيل الانتاج بتاعهم، في سوق او ما فيش سوق لازم بنروح نشيل الانتاج بتاعهم. يعني مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي موجودين عند الحاج طارق. الحاج طارق هو من اكبر موزعي البيض في محافظه المنوفيه. قال لنا ان سعر البيض دلوقتي من عنده، هو بيطلع من عنده الطبق الاحمر ب 50 والابيض ب 49. يعني احنا كنا معاكم في بث مباشر، حاولنا نقدم لكم خدمه من خدماتنا على صفحه الاموال، ونشوفكم ان شاء الله في بث مباشر جديد. وبشكر الحاج طارق، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا مشاهدينا، نشوفكم في بث مباشر جديد. كان معكم محمد الملاح، والى اللقاء.